أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ليست خائفة من أن تفرض عقوبات تستهدف النظام الإيراني على أعلى مستوى، معتبرا أن هذا النظام هو كابوس على الشعب الإيراني. وقال بومبيو في كلمة أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا إن ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من حكومة. وقال أيضا أن الرئيس الإيراني روحاني ووزير الخارجية ظريف مجرد واجهتين براقتين على الصعيد الدولي لنظام الولي الفقيه الخدعة. وأكد بومبيو دعمه للمحتجين في إيران وقال إن الأمر يرجع للإيرانيين لتحديد مسار بلادهم، مشددا على أن أمريكا ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة.